يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لنرمين لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كانوا عم بيتابعونا. مثل ما شايفين حاليا نحن موجودين بكنيسه الصليب المقدس لنقل وأوقائع هذا القداس الذي جاء احتفالا باليوبيل الفضي والذكر 25 لتاسيس دائره العلاقات المسكونيه. طبعا دائره العلاقات المسكونيه تاسست منذ عام 1994، تستمر اعمالها الخيريه حتى اليوم، دعم المحتاجين وتقديم يد العون لهم اينما كانوا، تضم أطياف المجتمع كافة دون تمييز، وتسعى اليوم لاستكمال هذا العمل الخيري. لحتى نحكي أكثر أكيد عن دائرة العلاقات المسكونية وبرنامجها واحتفالها الذي استمر لمدة 3 أيام بمناطق مختلفة، أكيد بصيرنا نستضيف الأستاذ طوني داراني مسؤول عن تنظيم الفعالية. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. 25 سنة من العطاء ودعم المحتاجين وتقديم يد العون، اليوم كيف ممكن نتلخص هي الكلمات يلي بتجي تجسيد يمكن للتعاون بين اطياف المجتمع كافة؟ صباح الخير، وان شاء الله كل سنه انتم سالمين، كل سنه انتم سالمين لسوريا، سوريا الغاليه والحبيبه يلي كل هالناس اللي مجتمع كلياتها هي من نسيج طيف واحد، كلياتهم من كل المحافظات السوريه صاروا 3 أيام هون موجودين بدائره العلاقات المسكونيه يلي هي تحت رعايه صاحب الغبطه يوحنا العاشر جزيل الاحترام. اليوم ننهي الفعالية تبعنا باليوم الثالث بحضور القداس، بلشنا بالماراثون كنتوا معنا، وبلشنا مبارح بالأمسية اللي كنتوا فيها وحلوة كثير بقصر المؤتمرات، واليوم رح نختمها بقداس إلهي بمشاركة صاحب الغبطة وأصحاب السيادة. الاحتفالية مثل ما قلتي 25 سنة على مرور العطاء والعمل والتواصل مع الناس وبناء الإنسان. سوريا بتضل قوية، سوريا بتنبنى، الحجر بيروح والإنسان بينبنى، ورحنا هدفنا الإنسان مثل ما قال صاحب الغبطة كلمته الشهيرة، الإنسان غايتنا رحنا. سوريا بالناس اللي عم تشتغل فيها كلياتها، اليوم نحن معنا ناس من كل المحافظات السورية بانتشار كلياتهم، جايين في ناس يمكن ما اجت على دمشق صار لها يمكن 8 سنين، اليوم هن كنت عم تقول عفوا كنت عم تقول انه ناطرين كمان هلا باصات الساعة، كلهم صاروا هون تقريبا هلا، طبعا ناطرينهم من الاوتيلات لانه هن كانوا موجودين كلياتهم صار لهم 3 أيام، هلا ليكم كلياتهم عم يجوا يوصلوا كلياتهم، فراح يكون هذا ال 25 سنة هن 25 من العطاء. ونأكد للناس كلياتها أنه سوريا بقيانة، سوريا قوية، سوريا بناسة وبكل أطيافها، ما في عنا ألوان، نحن في عنا سوريين، السوريين اللي هن بيخدموا هاي البلد وبيضلوا فيها، وهن جيتهم وأكبر مثال على هذا الشيء الناس اللي موجودة كلياتها واللي كانت مشاركة بهالثلاث أيام، أنه هن أصحاب رسالة وأصحاب بناء، وسوريا تنتصر مثل ما كان شعار العمل تبعنا باليوبيل هلا الفضي اللي هي الفرح والسلام، سوريا تنتصر. يعطيك الف عافيه استاذ، نتمنى لكم كل التوفيق والمزيد اليوم من النجاح ودعم كافه اطياف المجتمع دون تمييز. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا. اكيد كمان زملائي بالاستديو رح نشوف الاستاذ وسام هزيم، هو مدير برنامج. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم نحن كثير سعيدين للمعمرات الكبيره والحشود من الناس جايين لحتى يوحدوا الصوت ويوحدوا الصلوات والادعيه لسوريا الحبيبه. دائره العلاقات المسكونيه اللي الى مثل ما ذكرنا 25 سنه من العطاء والدعم، مو بس لسوريا، للدول الشقيقه يلي اعتازت واحتاجت انها تكون موجوده بسوريا. خبرني اليوم حضرتك مدير برنامج، شو عم يتم التركيز اكثر شيء من خلال برامجكم؟ هلا نحن اول شيء اهلا وسهلا فيكم، ومثل ما تفضلتي احنا هاي اللي عم نحتفل ب 25 سنه على بدايه العمل لدائره العلاقات المسكونيه. اليوم المناسبة عنا احتفال القداس الإلهي بقيادة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا اللاذجي العاشر. عم نحتفل بالقداس الإلهي هو بمناسبة السامري الصالح. السامر الصالح هو اللي احنا كدائرة العلاقات المسكونية هو مثالنا في العمل، بمبدأ انه نحن السامر الصالح قدم المساعدة للإنسان بدون ما يعرف هو شو خلفيته من أي مكان. فيعني احنا مساعدتنا عم بتكون لكامل اطياف المجتمع السوري من اول ما انشئت ولغايه الان. يعطيكم الف عافيه، كثير نحن سعيدين بوجودنا بين حضرتكم، نتمنى لكم كل التوفيق، المشاريع المستقبليه كمان نتمنى تكون دائما على مستوى الطموح والنجاح. شكرا لكم. شكرا لكم، واكيد باذن الله مستمرين لتقديم المساعده من كافه انواع الخدمات الانسانيه مثل ما بلشنا، وان شاء الله مستمرين ان شاء الله. اكيد شكرا لك. ننتقل كمان للسيده عفاف ديب، وهي مديره الموارد البشريه. سعد صباحك. سعد صباحك. مديره الموارد البشريه، خبرينا اليوم اكثر من
1700 شخص عم بيتم تنظيمهم مثل خلية النحل، أكثر من 1700 شخص بيضموا أطياف المجتمع كافة، خبرينا كيف عم يتم التعاون والتنسيق من بيناتهم، وقد ايه مهم اليوم إنه نحن نضم كافة أطياف المجتمع بدون تمييز خاصة إنه الهدف واحد. صحيح، يسعد صباحك، وأول شيء بدي أتشكركم على تغطيتكم المميزة من اليوم الأول للبدء الاحتفالية. بصراحة هو التنظيم والتنسيق على قدم وساق. التحضيرات كانت مستمرة أو ابتدت من أيام عديدة أو من أشهر، ومثل ما أنك شايفة يعني وصفتيها بخلية النحل، وهي فعلا خلية نحل. 1700 متطوع على كامل الأراضي السورية، شباب وصبايا بتضم الدائرة من كافة أطياف المجتمع. حقيقة قلب واحد إيد وحدة. اليوم عم نطفي الشمعة 25 من عمر الدائرة، 25 سنة من العطاء غير المشروط. ما بحب اليوم، عفوا، اليوم الصلوات والقداديس عم بتوحد الشعب السوري مثل ما وحدوا دعم المحتاجين اللي قمتوا فيه. مشاريعكم اليوم لل 2020 قد عم بتكونوا اليوم بنفس الحماس والهم؟ نحن اليوم بحماس اكبر بكثير من اي وقت مضى. شغلنا على الارض كان بصراحه عم يتزامن مع الانتصارات اللي عم يحققها جيشنا البطل، مع التضحيات اللي عم يقدمها. فبدي انتهز هاي المناسبة حتى وجه تحية كبيرة لجيشنا البطل ولأرواح شهدائه اللي بكل صراحة لولا التضحيات اللي قدمها على كامل الأراضي السورية ما كنا قادرين اليوم نحتفل، ما كنا قادرين اليوم نجتمع كلياتنا سوا. بدي وجه لهم ألف تحية، وبدي وجه تحية إكبار وإجلال لأرواحهم الطاهرة. صراحة اليوم نحن عيدنا عيدين، عيد تأسيس الدائرة واحتفالاتنا العظيمة بانتصار جيشنا العربي السوري. نعم، شكرا لك، يعطيكي ألف عافية. زملائي، هي كانت أغلب الأجواء يلي نحن عم نشوفها بكنيسة الصليب المقدس. كلمات نابعة من القلب بتدعي دائما لنشر روح التعاون والإصرار على مواصلة العمل بهمة أكبر وبمجهود أكبر. بدنا نذكر أنه اليوم بصادف عيد السامري الصالح يلي بيمثل قدوة بالعطاء وعدم التمييز. هذا الشعار يلي حملته دائرة العلاقات المسكونية أيضا منذ 25 سنة، يستمر العمل بنفس المجهود ونفس العطاء والزخم. خلينا نشوف اليوم أيضا القداديس والحشود يلي اجتمع داخل الكنيسة لتوحد الصلوات لسوريا وطن المحبة والسلام، ولتكون دائما الشعارات والصلوات واحدة. سوريا بلد لا يعرف الموت، سوريا بلد المحبة والتعاون، يمثل أطياف المجتمع كافة. نعم، شكرا لك فرح على هي التغطية، وأكيد نحن مستمرين معك عم نتابع حاليا مقتطفات من أجواء القداديس الإلهية. نعم، التي شكرا لك سلمى. شكرا لك الآن موجودة داخل الكنيسة. نعم، عم نتابع حاليا مشاهد من أجواء القداديس الحالية الموجودة على الهواء مباشرة من كنيسة الصليب في القصاع بمناسبة الوبيل الفضي لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية. نعم، نتابع حاليا أجواء القداس الإلهي، نتابع مباشرة صلوات المؤمنين. يا رب الخير والسلام دائما لسوريا. نعم، يعني نذكر بالمعلومات اللي قالتها الزميلة فرح عن تأسيس دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بعام 1994، وتضم يعني تضم جميع أطياف المجتمع السوري وتقدم خدماتها من التنمية والمعونة والإغاثة لجميع أطياف المجتمع السوري على مدار 25 عام. والآن نستمع لصلوات السوريين في كنيسة الصليب في القصار.